السائل جيم لام من الرياض يقول: بعض الناس يستخف بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلها مضحكة للناس، فمثلا يقول: فاظفر بذات الراتب. وأيضا كتب طالب إلى مدرسيه: يا أعزاء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليوضح أسئلته، وليلح ذبيحته. نعوذ بالله من ذلك، فما الحكم في هذا الفعل؟ وكيف نرد على من يقول هذا القول من الناس جزاكم الله خيرا؟ هذا القول فيه امتهان للسنة والأحاديث وعدم احترام لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإدخال شيء من النكت والمضحكات فيه، فهذا عمل لا يجوز. يجب احترام قول الرسول صلى الله عليه وسلم وصيانته من العبث والمضحكات، ويجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا. ويجب على المدرسين أن يعلموا طلابهم احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم العبث بها. نعم. هل من ذلك فضيلة الشيخ استعمال شيء من القرآن في كلام الناس؟ كذلك، هذا أعظم كلام الرب جل وعلا، وإدخاله في النكت والممازحات والضحك أمر لا يجوز ومحرم، قد يفضي إلى الكفر إذا تعمد ذلك. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر خطير في هذا، فيجب احترام كلام الله جل وعلا، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل شيء منهما أو يدخل معهما شيء من المزح واللعب والكلام الذي لا يليق. نعم. قد لا يكون في مزح شيخ، أحيانا يكتب بعضهم في معروض، في خطاب، في كلمة، هو مزح وتنكيت، ولا يخلو من المزح والتنكيت. نعم. أحسن الله إليكم.